بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الله على إخوان هو الصيد بالقصبة الرامية والثابتة، وغادي نزيدوا لها حتى سبينينغ النوبة، لأن لأن سبينينغ توسعات المسألة ديالو في الصيد والأنواع الجيكات إلى آخره. المهم الموضوع اللي بغينا نتكلموا فيه هو كاين واحد المجموعة كبيرة الإخوان دائما كاين تساؤل كبير على فلورو كربون، كيسألوني بزاف الطريقة اللي غنعرفوا بها احنا فلورو كربون، واش مزور، واش صحيح، واش 100% حقيقة غادي يكون 100% أو يكون شي نوع من التزوير فيه. إذا الطريقة باش غادي نعرفوا احنا الفلورو كربون 100% طريقة سهلة. إذا إلا جينا نشوفوا في حال هذا الشعرة هذه مثلا فيغا، هذه فلورو كربون 100% إلا كانت كتبان، كتبان الأستاذ معنا مزيان. إذا هذه 100% والطريقة سهلة باش غادي نعرفوها احنا فلورو كربون. من دائما عندنا واحد الطريقة سهلة تقليدية طبيعية باش كنعرفوها كما كنحلوا العسل ونحلوا بعض الأمور هيدا، غادي نحلوا هاد الشعرة. إذا فلورو كربون هو هذا، إلا جينا نشوفوا الشعرة الفلورو كربون هي هادي، والشعرة الفلورو كربون كتكون ما كتبانش في الماء، ما كتعملش داك لي ريون، ما كتعملش داك الشعلة في الماء. إذا باش غادي نعايروها، غادي نعايروها بالبريكة. إذا فلورو كربون غادي نشعلو فيه العافية، ما غادي يشعل شي. إلا جينا نشوفو فلورو كربون كينطفى، إلا كنتو كتشوفو كينطفى، والشعرة عادية غادي تشعل فيها العافية. إلا جينا الشعرة عادية اللي كيكون ما فيها شي نسبة فلورو كربون أو اللي كان شي نسبة ضعيفة غيتشعل فيها العافية. إذا هادي كتشعل فيها العافية، إلا كنشوفو كتعطيها العافية كتشعل فيها العافية، هانتوما كتشوفو. هادي هي الطريقة باش غيمكننا حنايا نعرفو فلورو كربون. فلورو كربون ما كتشعلش فيه العافية بصفة نهائية، وشعرة أخرى كتشعل فيها العافية كتشبر فيها العافية. إذا هادي هي المسألة اللي بغينا نوصلو للإخوان ديالنا، ميبقاوش في الغفلة، لأن التزوير وقع اليوم و فهمتي التزوير وقع بواحد إلا بغينا نقولو بواحد 70 أو 80%. الماتيريال دابا حنا كنشريو اليوم ماتيريال، غدا كان كيدخل التزوير ديالو شي حاجة اللي كتعطي شي نتيجة مزيانة، بالخصوص في الصيد بالقصابة. كنشريوها المرة الثانية والثالثة كنجرو دخل فيها التصوير وقص فيها الثمن وإلى آخره. المهم تحياتي لجميع الأصدقاء وجميع الإخوان على الفيسبوك، وكنشكركم على الثقة ديالكم فينا، والسلام عليكم ورحمة الله.